مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. طبعا المرأة المصرية بتقود مسيرة أناضول في مصر منذ 16 مارس 1919 وحتى يومنا هذا، لذلك يوجه لها المجتمع كل التقدير والاحترام. احنا عارفين طبعا ان المرأة المصرية هي اللي بتحمل على عاتقها كل أعباء الأسرة المصرية، سواء أعباء الزوج أعباء الأولاد، وكمان خارج بيتها وأسرتها الصغيرة بتحمل أعباء المجتمع، سواء مشاركة في الحياة السياسية أو نضال، أي حاجة بنحتاج فيها المرأة الحقيقي بتبقى يعني واقفة بكل قوتها وكل طاقتها لرفعه شان الوطن. النهارده معانا استاذه سيد الحراني، الكاتب الصحفي وعضو لجنه الاعلام بالمجلس القومي للمراه. هنتكلم عن كيفيه تحسين وضع المراه في مصر وعن طرق دعم المراه على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. صباح الخير استاذ سيد، واهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في نهارك سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا احنا كلنا عارفين دور المرأة ودور المؤثر اللي بتقوم بيه في المجتمع في كل النواحي، يعني الناحية الاقتصادية والنواحي السياسية ودورها كمان في أسرتها، بس احنا عايزين حضرتك برضو تكلمنا عن الدور ده وعن تأثير دور المرأة الإيجابي في المجتمع. خليني أضيف لمقدمة حضرتك عن مشاركة المرأة 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة السياسية في مصر. إضافة بسيطة، وهي أن المرأة بتشارك في الحياة السياسية منذ آلاف السنين. يعني كان عندنا في العصر الفرعوني الملكة حتشبسوت، وكانت بالظبط تقود مصر الجيوش وتقود جيوش مصر مشاركة سياسية على رأس الدولة، كانت تقود هذه الدولة. مظبوط. مشاركة المرأة في الحياة السياسية، احنا حضرنا مئوية عام المرأة في احتفال يعني كان تحت رعايته بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيه على دور المرأة السياسي والاجتماعي، وأكد على أن المرأة حصلت على في الفترة اللي فاتت على مكتسبات كانت لسنوات طويلة بتظن أن المكتسبات دي صعبة المنال. فعندنا مجموعة من الوزيرات في الحكومة المصرية، عندنا كتلة قوية جدا في البرلمان المصري من النائبات شاركوا بشكل إيجابي في حاليا في تشريعات وفي قوانين وفي نواحي اقتصادية مختلفة واجتماعية. الدور بقى الإيجابي اللي بتلعبه المرأة في الوقت الحالي بعد ما أخذت العديد من حقوقها زي ما قلنا، وبعد وجود 6 وزيرات وبعد وجود عدد لا بأس به في البرلمان المصري، الدور بقى دلوقتي بقى أقوى أكيد من زمان. إيه الجديد؟ يعني إيه اللي المرأة يعني وضعته على الساحة السياسية جديد؟ خليني أقول لك إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية في حد ذاته ده دور إيجابي. خليني أقول لحضرتك إن كتير من القوانين والتشريعات اللي بيتم وضعها حاليًا بيراعى فيها بيكون فيها في أعضاء الأعضاء الوضع على هذه التشريعات سيدات، بيراعوا أمور كثيرة جدًا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. يعني هنبص إن إحنا عندنا في المجلس القومي خلال الفترة اللي فاتت احنا انتهينا من مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصيه، وهذا القانون بقالنا سنه عاملين ورش عمل للتعديلات راعينا فيها، واللي عملوه ومعظمهم كانوا من السيدات. راعينا فيها مثلا قانون الرؤيه، ان قانون الرؤيه يعدل، وكل كل المصاعب اللي كانت موجوده خلال او الصعاب اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت ما تبقاش موجوده. قانون الطاعه، ومثلا حق الطاعه انه يكون في ياخد شكل اخر ومسار اخر، لانه خلال السنوات اللي فاتت احنا شفنا مشكلات كتيره اتملت بها محاكم الاسره في الاستخدام السيء لهذا القانون او لهذه الفقره او لتلك بس هو الفقره من القانون القانون. اتعدل. احنا عندنا مشروع كامل بتعديل قانون الاحوال الشخصيه، المشروع احنا انتهينا منه وقدمناه للبرلمان، ومنتظرين طبعا رأي قدمناه لرئيس الوزراء، وبعد كده رئيس الوزراء هيقوم بدوره بتحويله للبرلمان، وبناء على هذا هيصدر القانون في شكله الجديد. تمام، عايزين نعرف برضو ازاي بيهتم المجلس القومي للمرأة بقضايا ومشكلات المرأة المصرية. المجلس القومي للمرأة شريك أساسي في دعم المرأة المصرية سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى السياسي. فهنبص اللي احنا عندنا خلال الفترة اللي فاتت على مستوى الجمهورية تم تفعيل كل فروع المجلس القومي للمرأة في المحافظات، وصلنا بالمتطوعات مع المجلس القومي للمرأة للكفور والنجوع والأماكن النائية اللي كانت لا يمكن إن في حد يصل ليها. فكان عندنا
سبل المشاركه كانت ممثله في حملات طرق الابواب اللي احنا اشتغلنا عليها الفتره اللي فاتت واللي ما زالت مستمره حتى الان، في حملات مكافحه العنف ضد المراه من خلال خطوط ساخنه ومن خلال استجابات سريعه، محاوله طبعا مناهضه ختان الاناث، والموضوع ده كان بيواجه مشكله كبيره في طبعا في المحافظات الدلتا والصعيد، والمجلس قام بمجهود كبير جدا. يعني الدكتوره مايا مرسي حقيقه كانت على اولوياتها هذا الامر لتوعية المرأة المصرية بخطورة هذا الأمر، وتوعيه المراه وتوعيه الاسر وتوعيه الامهات، لان بس مش لأن السبب يعني في الموضوع ده بيبقى أغلبه الأم يعني ده للأسف. حقيقي، ده حقيقي. فكان لجان التوعيه، الحملات التثقيفيه، الندوات اللي بتتعمل طوال السنوات الماضيه، كل هذه المشاركه، كل هذا العمل هو مشاركه ودعم للمرأة المصرية في مجالات مختلفة. ايه ايضا من المشاكل والتحديات اللي بتواجهها المرأة المصرية في هذا العصر؟ بص، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، ما زالت المرأة المصرية بتعاني من، يعني مش عايز، أنا طبعا مش عايز أوصفها بهذا الشكل، ولكن هي المعاملة الذكورية في بعض الأحيان. يعني مهما كان، يعني احنا بنحاول نغير في القوانين، وبنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نغير في المفاهيم، والاعلام هنا عليه دور كبير جدا في انه يفعل ده. يعني من ضمن المشكلات اللي ما زالت المرأة بتواجهها هي العنف الاسري، وده في احصائيات سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي بترصد هذه الظاهرة. ما زالت المرأة مثلا بتعاني، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تكريم المرأة من أسبوعين اتكلم على هذه النقطة، إن من حق المرأة أن تعمل، تمارس عملها بشكل آمن بدون أي مضايقات وبدون أي تجاوزات. فده كان تصريح يعني صريح من رئيس الجمهورية بأن هناك بعض المعوقات واللي هي واصلة له شخصيا واللي هو متابعها بشكل شخصي، ان في دي معوقات بتعوق المرأة، او ما زالت يعني تمثل عقبة امام المرأة المصرية أكيد، لأن إحنا عندنا كمان المرأة المعيلة. والمرأة المعيلة. وبدأنا ان احنا نشتغل على ده، احنا عندنا ورش عمل، خاصة ان معظم يعني مشكلات المرأة المعيلة بتكون في الدلتا والصعيد، لان انت عندك دلوقتي في حجم كبير جدا من الاسر اللي يعني مثلا الارامل على سبيل المثال، المجلس القومي للمراه بيعمل على دعمهم سواء بالحرف، ان هو يشارك في، يساهم في ان هم يكتسبوا حرف، يساهم في دعمهم المادي. بس احيانا المراه المعيله ما بتكونش بس الارمله، في زوج بيكون موجود، بيكون سواء لاعاقه او سواء ان هو ما بيشتغلش، دي في القاهره فبتكون المراه ايضا معيله. دي في القاهره واسكندريه والجيزه بشكل اكبر، ولكن احنا عندنا في المحافظات الوضع بقى واخد هذا المسار وذاك. يعني احنا بنشتغل على النوعيه ديت من النماذج، وعندنا المراكز. يعني كان من اكبر او من اهم الادوار اللي لعبها المجلس خلال الفتره اللي فاتت تفعيل مكاتب المجلس وفروعه في المحافظات. طيب انا قصدي ان المراه المعيله الارمله مثلا بتقدر ان هي تثبت ده تمام خلاص وبتلاقي دعم ليها من الدوله، طب اللي ما بتقدرش تثبت اللي جوزها موجود مثلا وهي اللي بتبقى العائل الاساسي للاسره، تثبت ده ازاي وتلاقي الدعم ازاي؟ احنا عندنا الخطوط اللي عندنا في سواء في مقر المجلس في الرئيسي في القاهره او في المحافظات، باي مراه، اي امراه معيله تعاني عندها اي مشكلات بتتقدم للفرع المجلس او مقر المجلس الرئيسي، وفي لجان فحص وبتقدم بيطلبوا منها مجموعه من الاوراق، ويبتدوا يعملوا زي بحث اجتماعي، بينزلوا يعني نزول ميداني، ومجرد بس فكره التاكيد عشان ما يبقاش فيه حته التحايل عدم المصداقيه وعدم المصداقيه، وفورا بيتم المساهمه. يعني المجلس داعم بشكل رئيسي وبشكل كبير جدا. عندنا ايضا من المشكلات اللي بتواجه المراه طبعا الغارمات، وفي كتير منهم كتير طبعا جدا، طبعا. وبيكون السبب يعني اعتقد في الحالات دي بيكون برضو عدم وعي، لان في بعض الاسر عشان تجوز ولادها بتعمل على اعبائها ديون كتير جدا هم في غنى عنها، فبرضه في، هل في توعيه لده وهل في مساعده للغارمات وتوعيه برضه للامهات ان هم ما يعملوش، ما يعني ما
يعني تثقيف او ان هو توعيه ان هي ازاي ما توصلش نفسها للحاله دي؟ خليني اقول لحضرتك برضو من الحظوظ القويه ومن العوامل الايجابيه المتاحه حاليا ان احنا عندنا رئيس دوله يعي كل مشكلات المجتمع خاصه مشكلات المراه المصريه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على من اطلق موضوع الغارمات ومن تكلم عنه في اكثر من احتفال وفي اكثر من مناسبه، وبناء عليه تحرك المجلس وتحركت كل القوى المدنيه وكل التيارات المدنيه للمساهمه في حل هذه الاشكاليه. المجلس كمان كان غير المساهمه الماديه كان عنده المساهمه التوعويه في ان اتعمل الفتره اللي فاتت لجان واتعمل ورش لتثقيف ثلاث نماذج. نموذج اول الشباب الجامعات اللي هم في مرحله المراهقه وفي مرحله ما قبل الاقبال على الزواج. الجزء الثاني من ورش التثقيف كانت للمقبلين على الزواج وفي مرحله الخطوبه. الجزء الثالث والاخير من التثقيف مرحله ما بعد الزواج من سنه لخمس سنوات. وكان بيضم يعني كل مرحله ليها ورشه عمل، ليها ورشه وليها ليها سكاشن ولها زي محاضرين بيجوا يدوا ندوات او بيدوا محاضرات. وكان كمان جوه هذه الورش كنا حريصين على ان لو الاسر او لو الشباب عايزين اسر تصاحبهم زي اب او ام يكونوا موجودين برضو، زي ما احنا بنتكلم على توعيه الاسره نفسها. ده كان متاح خلال الفتره اللي فاتت، وده اثمر بشكل كبير جدا. لما حضرتك تلاحظي الفتره اللي فاتت قد ايه النسب والمعدلات السنة الماضية عن السنة الحالية بتنخفض في موضوع الغارمات على سبيل المثال. كمان بقى عندنا دور دولة حريص جدا على ان يعني امهاتنا في مصر ما يدخلوش السجون بسبب 1000 جنيه و2000 جنيه وحاجات بسيطة بالشكل ده. فبقى في كمان دور المشروع تكافل وكرامة اللي عملته وزارة التنمية وزارة التضامن الاجتماعي في المساهمة يعني. واعتقد ان في دور اكبر كمان من معاش تكافل وكرامة. لا، وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بتساهم في حل مشكلات كتيرة جدا، ومنها جزء منها موضوع الغارمات او ما قبل الغارمات. يعني ان هي قبل ما توصل للمرحلة دي بيكون في مساعدة، تتلقى المساعدة. طبعا وده بالتنسيق ما بين المجلس وما بين وزارة التضامن الاجتماعي. دور كبير جدا بيلعبه المجلس القومي للمرأة الحقيقة في الخدمات اللي بيقدمها للمرأة خصوصا في الأقاليم. قولي ايه ايضا من الخدمات اللي بتقدم للمرأة في الأقاليم، سواء محو أمية، سواء احنا قلنا مشروعات صغيرة، واتكلمنا كمان عن المرأة المعيلة. ايه اكتر، ايه المشروعات اللي بتقوم عليها اكتر؟ كل المشروعات اللي تساهم في زيادة المعدل الاقتصادي او تساهم في رفع مؤشر نمو الاسر في المحافظات المجلس القومي للمراه شريك فيها ومحفز عليها. ولكن انا بشوف ان الدور الاهم من المساهمه الماديه فكره احنا كنا لسه بنتكلم عليها، التوعيه. ان انا اكون عندي فريق عمل يعني موجود يعني. واحنا مثلا في المجلس القومي للمراه عندنا اكبر فريق عمل متطوع موجود، يكون ستاند باي اي مشكله بينزل على طول. طبعا متطوع بعدد. يعني مثلا لما نيجي نلاحظ ان كان الفتره اللي فاتت كان عندنا مشكله في موضوع ما قيل عنه ان هو اختفاء مثلا قسري وبتاع، المجلس القومي للمرأة على الفور تحرك واثبت ان كل ما يقال عن موضوع هذا الاختفاء مجرد ادعاءات من خلال فريق المتطوعين ومن خلال العاملين في المجلس والتحرك والمساهمه بشكل سريع في التحقيق في كل البلاغات اللي كانت بتقدم للمجلس. واثبتنا ان معظمها بلاغات ملهاش اي قيمه وما فيهاش اي مصداقيه. اكيد دور كبير جدا بيلعبه المجلس القومي للمراه، واكيد مزيد طبعا من المشروعات اللي هيقدمها لخدمه المراه والمجتمع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ سيد الحراني الكاتب الصحفي وعضو لجنه الاعلام بالمجلس القومي للمراه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. مشاهدينا خلصت فقرتنا، وارجع لكم انا واشرف عشان نختم يومنا النهارده في معرك سعيد.